طبعا انا متعود اجي الاربيل مطعم ترويقه واشوف هذا الحبيب مساء الورد حبيبنا مساء الخيرات مزربيل الله يخليك انت من مصر انا من مصر اهل مصر معروفين بكلامكم الجميل اللطيف نورت العراق الله يبارك لك انت منين من مصر انا من محافظه الشرقيه فين دي الشرقيه وين هذه هي عاصمتها الزقازيق ومنيا القمح الزقازيق عبد الحليم بلد عبد الحليم عبد الحليم حافظ ومسجد عبد الحليم حافظ وجامعة الزقازيق جميلة مصر متى اخر مره زرت مصر انا قبل شهر كنت بمصر هنا على طول في العراق انا هم مقيم هنا بقى لي 14 سنه ودايما 14 سنه بالعراق الحبيبه طبعا من شهر زرت القاهره كنت ايه رايك في التطورات وبامانه ايه رايك في الرئيس السيسي ايه رايك بالرئيس السيسي الرئيس بامانه الرئيس السيسي اولا على المستوى الشخصي بقول ربنا يخليه لنا على المستوى العام بقول مصر فعلا يعني دي رساله من ربنا اوكي اني تحت لا خليني اكمل الاسلام خلص الله انقذ مصر بالرئيس السيسي طبعا 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 ازاي ليش طبعا لما نتكلم عن مصر قبل وبعد قبل ما كانش في مصر في تطورات طبعا تطورات الشوارع حلو. نظيفه الكباري قضى على العشوائيات حتى دي حاجه بسيطه ساعات احنا بنتكلم دي بسيطه احنا بنتكلم عن مصر الجديده احنا عندنا 26 محافظه في مصر اوكي الرئيس السيسي عمل 26 محافظه كمان لمصر تحيه لقائد مصر العظيم قائدنا العظيم الرئيس السيسي جميل. على مستوى العام طبعا في ناس مختلفه معايا على جلوه اكيد 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 بس احنا بنبني دوله والرئيس بجد بنى دوله مصر دلوقتي مصر قويه جميل وغلى الاسعار ترى عالمي حتى بالعراق الاسعار مولعه مولعه طبيعي بس احنا كان دلوقتي على مستوى مصر دلوقتي من القوى العالميه فعلا بجد غير معالم مصر ها معالم مصر شكل جيش اقتصاد مجتمعات عمرانيه عقاريه خلينا نسعد هنيان مصر فيك والله 14 سنه هنا متغرب بالعراق ونكمل هنا 14 سنه اشتغل في اربيل اي حاجه عاوز انا تحت امرك يحب مصر ويحب قائدها الرئيس اكيد عبد الفتاح السيسي قائد مصر العظيم وفعلا انا كل ما ازور مصر الاقي فيها اعمار وتطور ربنا يخلينا رئيسنا ويحفظوا لمصر وللمصريين ان شاء الله المصريين عندهم روح الوطنيه 100% عاليه جدا الحمد لله تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر